معايا دلوقتي على التليفون الناقد الفني المعروف طارق الشناوي، يكلمنا بقى على موضوع نقيب الموسيقيين، ويكلمنا برضو على رد الحق على موضوع درة. ازاي حضرتك يا فندم؟ أهلا حسام، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ تمام. بيزجوا باسم حضرتك في حاجات كتيرة جدا، واخر حاجة البوست اللي موجود ده. حضرتك قلت كده لا فعلا؟ لا 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 لا، أنا لسه مشفتش المسلسل. أنا يا دوبك بعد الضجة دي، لأن كذا حد من الزملاء كلمني، فقلت أما أشوف الحكاية فعشان أقول لي بدل ولازم أكون شفت. ما شفتش. المهم إنه ليست هذه مفرداتي ولا كلماتي، ولا يمكن أقول هذا الكلام. لا مش عارفة لوح ثلج، ولا مش عارفة فساتين، كل دي كلمات مختلقة. عايز أقول لك حاجة، إحنا النهاردة في زمن التوثيق. أي حد من الزملاء بيسمعني، من الزملاء الصحفيين، هيعرف لو حد بيكلمني في حاجة بقول له سجل، أنا اللي بطلب، أو ابعت لي واتساب عشان نسجل. يعني فأي كلام لازم يبقى مسجل بالنسبة لي. يعني أنا ليه بتعامل مش شكا في الزملاء، ولكن عشان أضمن إنه الكلمات تنقل كما ذكرتها. طب يعني ايه سبب ان البوست ده انتشر جامد ممكن جدا حد جدا؟ بقى، ما هو اكيد في حد عنده مشكله عايز يهاجم دره، ما عندوش الجراه انه يقول، فبيقول يعني بيستغل اسمي. لكن انا لما اكون عايز اقول رايي بقوله، ولا اتحرج في ان انا انتقد اي فنان او نجم. اذا كان ده رايي لازم اقوله. لكن لا يجوز ان حد يزج بيا او باسمي او بمنطقي حتى، لان دي مش مفردات ناقد لوح ثلج وشويه فساتين وبتاع. مفيش فنان يقعد يعني. دره انا اعرفها من 2008 لما جت مصر، كويس، او 7. مش ممكن حد هيعيش كل الزمن ده عشان فساتين. يعني حتى المنطق بيكذب ده، كويس. فيعني حد عايز يهاجم حد فاستغل اسمي طب بعيدا عن ان حضرتك تفصيلي. ما شفتش المسلسل بتاعها، اللي هو طبعا مسلسل المتهمة من 10 حلقات، رأي حضرتك في درة فنيا ايه؟ لا دره فنانه مجتهده، يعني ما كانش ممكن تعيش كل السنوات دي لمجرد انها حلوه، لان الحلاوه هتروح. يعني كان في جورجينا رزق، كانت ماسة جمال الكون سنه 70. حتى فريد الاطرش عمل لها غنوه اسمها جورجينا جورجينا حبيناكي حبينا، وبعد كده غيرها الى هذه الدرجه، وتعمل لها بطوله 3 افلام. أي ما كملتش ليه؟ لان الجمال لوحده لا يكفي. يعني اذا لم يدعم الجمال موهبه وتشتغل على نفسك وتروح ورش فن اداء ما تكملش. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التاليه. الفا، قنوات الاسره العربيه.